زميل محمد مساء الخير، وانا حتى منع عن التاخير وحتى نستغل الوقت قدر الامكان. الحاله الجويه كيف يمكن وصفها من حيث الحجم والتاثير؟ وبدنا نحكيها بعد اذنك محمد يوم بيومه، يعني نبدا من الليله الى غدا الخميس الجمعه، واذا نقدر نوصل السبت اكيد اكيد طبعا. بالتاكيد مساء الخير لك اخ محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام ولجميع الاخوه المشاهدين. الحقيقة طبعا يعني سنبدأ بالحديث عن ما هو قادم على المملكة بشكل مجمل وسريع. منخفض جوي متوقع أن يؤثر على المملكة، مصحوب بغبار ورياح قوية، ومن ثم أمطار وثلوج، ومن ثم مرة أخرى تراجع في الحالة الجوية. سأبدأ كما ذكرت يوم بيوم. أول شيء نهار هذا اليوم أو الأجواء الحالية في العاصمة عمان وباقي مناطق المملكة هي أجواء مغبرة للغاية. لو أخذنا من صورة الأقمار الاصطناعية نلاحظ بأن هناك اندفاع كبير لرياح قادمة من الأراضي المصرية. هذه رياح قوية، وهي طبعا محملة بالعديد أو بالعواصف الرملية التي اتجهت باتجاه المملكة. هذا الأمر معناه عدة أمور حقيقة. الأمر الأول، العين هذه الليلة تنصب باتجاه العقبة من خطر ارتفاع الأمواج واضطراب البحر، وبالتالي هناك رياح قوية الآن في خليج العقبة. هناك خطر إغلاق الموانئ في كل من قناة السويس وأيضا الموانئ المصرية المطرة على البحر الأبيض المتوسط. وأيضا الأمر الآخر هي الطرق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة، هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وبالتالي الرؤية قد تصبح معدومة أحيانا كنتيجة للعواصف الرملية. إذن هذا هو الحال المتوقع هذه الليلة. هذا الحال يتم أيضا وسيستمر نهار يوم غد الأربعاء. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو الشرق. تبقى المملكة تحت تأثير مقدمة هذا المنخفض على شكل رياح قوية وعواصف رملية وأجواء ترابية. بملخص غدا الأربعاء الأجواء نهارا تكون باردة ولكنها مغبرة وترابية بشكل لافت. الآن سنأتي إلى موضوع الأمطار والثلوج. متوقع بمشيئة الله تعالى غدا اعتبارا من ساعات تقريبا الظهر والعصر أن تبدأ الفرصة بتساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى بدءا من المناطق الشمالية من المملكة. سنبدأ الآن من منطقة إربد مع ساعات تقريبا يعني السادسة السابعة مساء تبدأ المنطقة الشمالية تحديدا في منطقة إربد عجلون وجرش باستقبال هطول الأمطار، بينما تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر. نتحدث عن مناطق 800 متر عن سطح البحر، لواء المزار الشمالي، أعالي محافظة المفرق. نتحدث عن جميع المناطق المرتفعة في جرش وعجلون مثل سوف، رأس منيف، عبين، عبلين، مثلث القاعدة، لدينا أيضا ثغرة عصفور. هذه المناطق جميعها يتوقع بمشيئة الله تعالى بعد الساعة السادسة السابعة مساء أن تبدأ باستقبال تساقط للثلوج بمشيئة الله تعالى. الآن لاحقا أثناء أيضا الليل يتوقع أن تمتد هذه الأحوال الجوية إلى تشمل أيضا المناطق الوسطى من المملكة، أيضا تقريبا بعد الساعة الثامنة مساء، لتشمل أيضا أجزاء من المناطق الوسطى لا سيما في الأجزاء الغربية من العاصمة عمان، إضافة إلى محافظة البلقاء. نتحدث هنا عن أمطار دون 800 متر، نتحدث عن تساقط للثلج فوق 800 متر، والمناطق المشمولة بذلك هي الأجزاء الغربية للثلوج، طبعا الأجزاء الغربية من العاصمة عمان، إضافة إلى عالي جبال البلقاء في محافظة البلقاء. هنا نتحدث عن تراكمات متوقعة أيضا بمشيئة الله تعالى حتى في بعض مناطق غرب العاصمة عمان، سأتي بالتفصيل لها، لكن هناك أيضا فرصة لبعض الثلوج متوقعة في منطقة جبال الكرك، إضافة إلى الطفيلة وبعض مناطق قرى النعمات في أمعان والشوبك. متوقع أن تكون هناك ثلوج بمشيئة الله تعالى مؤقتة في تلك المناطق. باقي مناطق المملكة تبقى تحت تأثير الرياح القوية والعواصف الرملية والغبارية والترابية سواء في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الجنوبية من المملكة. إذا بتسمح لي محمد أنتقل في الحديث عن الثلوج بتفصيل أكثر. في المنطقة الشمالية التراكمات متوقعة في مناطق اللي ذكرتها اللي هي من رأس منيف إلى عبلين، إضافة مثلث القاعدة، سوف، أيضا لواء المزار الشمالي، ولكن هذه الثلوج متوقع أن تعيق بعض مظاهر الحياة العامة، ربما تحدث بعض الإغلاقات في تلك المناطق كنتيجة لتساقط الثلوج الذي يتوقع أحيانا أن يكون كثيف في تلك المناطق. بالنسبة للمنطقة الوسطى تحديدا في العاصمة عمان، لو بدي أسميها بالعامية هي ثلجة ساعات، ربما إحنا بنحكي عن ثلجة تبدأ
بالساعة الثامنة، تنتهي الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الأربعاء الخميس، وبالتالي نتحدث فقط عن عدة ساعات ثلجية، لا نتحدث عن فترة طويلة زمنية من الثلوج. هذا سيؤدي طبعا إن شاء الله متوقعين ربما بكرة عمان مساء وليلا تكون تحت يعني تحت الرداء الأبيض، ولكن من ناحية إغلاقات وتراكمات ومشاكل ستكون المناطق محدودة، هي طبعا معروفة دائما مناطق السويلح، تلال علي، خلدة، منطقة أم السماك، حتى ربما نتحدث عن منطقة أبو نصير، إضافة إلى زي وأم جوزة وأيضا مناطق العالي مثل الطف، المنطقة المرتفعة في السلط، إضافة إلى البحيرة. هذه مناطق ربما في مناطق وأجزاء محدودة يكون لدينا مشاكل أو ربما إغلاقات للطرق أو إعاقة لبعض مظاهر الحياة العامة. باقي مناطق العاصمة تستقبل الثلوج، ربما تتراكم، ولكن لن تكون السماكات حتى الآن كما هو واضح كبيرة جدا بحيث يصبح هناك إغلاقات للطرق. حتى وإن حدث ذلك فالثلوج متوقع أن تتوقف بعد منتصف الليل وفجر يوم الخميس، وبالتالي تعود الأمور على طبيعتها. طبعا أكيد الكوادر في أمانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال جاهزة لفتح الطرق أولا بأول، فهناك خبر صار لهؤلاء الجهات بأن الثلوج متوقفة مع ساعات فجر الخميس في المنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية تبقى فيها الفرصة موجودة. الحديث أكثر على إغلاقات هي فقط منطقتي جرش وعجلون خلال تأثير هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى، حسب طبعا ما هو واضح لدينا لدى كادر طقس العرب. بعد ذلك يوم الخميس تتراجع الفعالية الجوية، تبقى محصورة في أقصى المناطق الشمالية، زخات مطرية وثلجية بين الحين والآخر، رياح في طبعا في المنطقة الشمالية، رياح نشطة في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى، تستمر بعض الأتربة والرمال في الطرق والمناطق الصحراوية بمشيئة الله تعالى. إذا حاب أستاذ محمد بقدر أنتقل حتى للتحذيرات بشكل واضح خلال اسمح لي محمد بس أنا عندي طبعا عندي هناك تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية. نعم التراكمات حددنا إحنا المناطق اللي فيها تراكمات للثلوج، وذكرنا بعض مناطق العاصمة عمان تحديدا غرب العاصمة عمان، وإن فتحت الطرق القيادة على الطرقات ستكون آمنة نظرا للظروف الجوية الموجودة تحديدا مع مركباتنا، حتى نكون أكثر دقة في وصف وتعبير. إحنا بنحكي عن نهار الخميس، الأربعاء ما عندنا أي مشكلة، الأربعاء يوم طبيعي راح يمر بكل هدوء وبكل سلاسة. مساء الأربعاء نهار الخميس عندنا قدرة على الحركة بكل سلاسة بالضبط. وأنا أتحدث على مناطق الوسطى كون المناطق الشمالية أكيد. ذكرت بوضوح بالنسبة إنه هناك إغلاقات. نعم أكيد. نعم المناطق الشمالية الإغلاقات الواضح فيها هي منطقتي جرش وعجلون أعالي هذه المحافظتين، إضافة إلى منطقة ثغرة عصفور وهي تقع في منتصف الطريق الواصل ما بين إربد والعاصمة عمان. هذه ما اتفقنا من هناك سيكون إغلاقات للطرق، سيكون هناك تراكمات نوعا ما لا بأس بها كبيرة حتى في أعالي جبال عجلون كنتيجة لتساقط الثلوج. بالنسبة للمنطقة الوسطى المشاكل التي قد تترافق في القيادة على الطرقات كنتيجة لتساقط الثلوج هي لساعات محدودة تمتد تقريبا ما بين الساعة الثامنة مساء يوم الخميس وحتى منتصف الليل، فهي ربما فترة ما بين 2 إلى 6 ساعات تكون هناك مشاكل في القيادة، وبالتالي لا ينصح في الخروج في حال كان هناك تساقط للثلج. بعد ذلك إذا تم طبعا فتح الطرق تكون القيادة آمنة تماما، سوى فقط ربما هناك تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الضباب في طرق المرتفعات الجبلية. ونهار الخميس هناك لا يوجد هناك مشاكل من ناحية الثلوج خلال ساعات نهار الخميس، فطبعا الطرق ستكون مفتوحة في حال فتحت من قبل. في المنطقة الشمالية تبقى الفرصة مهيئة للمزيد من الثلوج على أعالي القمم الجبلية، وبالتالي تبقى ربما هناك الأمور صعبة في أعالي قمم جبال عجلون وجرش. البلقاء، محافظة البلقاء وتحديدا المناطق اللي ذكرتها كأم جوزة والمناطق وادبين وهذه المناطق، هذه المناطق هل ستكون أيضا مغلقة؟ هي تقريبا نفس وضعية العاصمة عمان. نفس وضعية العاصمة عمان، يعني خلينا نحكي بكل صراحة يعني هي في ذات نعم في ذات المنطقة. نعم ما في عطل الخميس عشان نكون أكثر راحة، يعني العاصمة عمان لن تعطل دوائرها ومؤسساتها يوم الخميس لأنه غالبا يمكن القيادة على الطرقات إذا ما تم فتحها ليل الأربعاء الخميس.
بعتقد يعني هذه الإجابة أكيد دائما منوطة بال 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 بالجهات الرسمية، لكن من وجهة نظر جوية وبين قوسين ثلجية، نتوقع بالعاصمة عمان أن الثلج موجود غدا، يعني غدا مساء ربما تكون يعني العاصمة عمان بيضاء، حتى ممكن نستيقظ الخميس صباحا نرى الرداء الأبيض في بعض المناطق ولو كان بسمكات خفيفة، ولكن من ناحية إغلاقات طرق نتوقع أن تكون فقط لفترة محدودة لساعات محدودة تمكن الجهات المختصة من فتح الطرق بسرعة بعد منتصف الليل وصباح يوم الخميس، بعد ذلك الأمور تكون طبيعية جدا. التركيز كما ذكرت لك أستاذ محمد هو فقط على منطقتين، وأعود وأكرر هي في كل من جرش وعجلون، لأنه تراكمات متوقع أن تكون نوعا ما مرتفعة وأعلى من ما هو عليه في غرب العاصمة عمان أو في محافظة البلقاء أو في مناطق الوسطى. لا ننسى الجنوب، بأن طبعا في حال تساقط الثلوج ليلة الأربعاء الخميس على المناطق الجنوبية توخي الخروج من المنازل والقيادة طبعا في هذه الظروف الجوية. الجنوب له خصوصية من الجبال عالية جدا، هناك ضباب ثلوج وبعض الانجمات قد يكون في الطرقات. قبل فقط نقطة أخيرة حاب أحكي، لماذا هناك كان ربما أو ليش المنطقة الوسطى من المملكة فيها الوضع مختلف عن الشمال؟ تقع المناطق الوسطى تقريبا ضمن تيارات هوائية جافة، وتقع بالعامية بدي أحكيها عمان تقريبا على الحفة ما بينها تستقبل ثلوج وعدم استقبالها للثلوج كنتيجة لتدفق رياح جافة في مقدمة هذا المنخفض الجوي، وهذه الرياح طبعا هي اللي الآن في الخارج تعمل على إثارة الأتربة والرمال، فتقع المناطق الوسطى ضمن المنطقة اللي هي ربما أسميها على الحفة، فبالتالي عمان ربما تشهد غدا ثلوج متقطعة مش متواصلة، وإذا كانت متواصلة تتراكم، إذا كانت متقطعة لن تتراكم، لكن كلما توجهنا شمالا تصبح المنطقة الشمالية واقعة ضمن نطاق الأمطار والثلوج، وبالتالي تزداد فرصة الثلوج، ونتكلم براحة في المنطقة الشمالية طبعا بعد إذن الله بأن هناك ثلوج هناك تراكمات. في المنطقة الوسطى الأمور مش غير واضحة، إنما أكثر إنه هي غير ثابتة من ناحية كميات التراكمات، تتحدث أنه في ثلج ممكن يكون متقطع أو متراكم أحيانا. بشكل عام الوضعية الجوية لن تستمر أكثر من 4 ساعات إلى 6 ساعات كحد أقصى في العاصمة عمان بمشيئة الله. نتمنى كلنا طبعا أن نرى الرداء الأبيض غدا مساء، ولكن ربما الحالة الجوية لن تساعد أن تمتد الثلوج أكثر من 4 إلى 6 ساعات وتصبح فقط محصورة في هذه الفترة الزمنية. يعني ينتهي تأثير المنخفض الجوي أو الحالة الجوية اللي راح تمر فيها المملكة يوم الخميس، إحنا الجمعة بنرجع يوم عادي طبيعي؟ خلينا نسميها تتراجع الفعالية الجوية، تبقى عموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة. نتوقع الخميس والجمعة والسبت أن تبقى فرصة الأمطار موجودة، بعض الثلوج فوق الجبال العالية هذا متوقع، ولكن مش إشي مؤثر على مظاهر الحياة العامة من ناحية الثلوج، إنما الأمطار والثلوج ربما تكون مرة أخرى حاضرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. الأجواء باردة بشدة في ساعات الليل، انجمات قد يكون موجود سنخبركم عنه طبعا في بعض الليالي خلال الأيام القادمة. أكيد السؤال هل في ثلج آخر هذا العام، هل هناك ثلج أخرى؟ هذا طبعا ما واضح لدينا أنه دائما في أي فصل شتاء تبقى فرصة واحتمالية تساقط الثلوج واردة حتى نهاية شهر آذار أي نهاية شهر 3. وإحصائيا المملكة تتعرض لعواصف ثلجية عادة تكون قوية في نهاية شباط وبداية آذار، فالفرصة متاحة حسب الخرائط المتوفرة لدينا والقراءات اللي طبعا إحنا بنستلمها هون، كانت واضحة أن الفرصة بأن ما زالت الفرصة في الأردن مهيئة للمزيد من المنخفضات الجوية، ربما تكون بعضها ثلجية في حال تضافرت الجهود أو الظروف المناسبة من ناحية الأحوال الجوية. بعد نص 2 في ثلج ما في ثلج، هذا السؤال اللي كان دائما موجود، الحالة الجوية ستستقر في المملكة خلال الأسبوع القادم أفهم من كلامك؟ أكيد أنا زي ما ذكرت لك يعني خلينا نحكي مش كثير، لا راح تظل في فرص الأمطار لكن منخفضات قوية من هون لست أيام لسه مش واضح، بعد ذلك الفرصة متاحة، بعد نص 2 في احتمالية منخفضات قوية، بداية آذار هناك فرصة لمنخفضات قوية، ولكن أكون معك بكل صراحة وبصدق الآن الأمور لما ندخل بشهر شباط حتى في الأمثلة الشعبية نقول شباط ما عليه رباط، حتى في ذلك الأمر ينعكس علميا على الخرائط، تصبح الكتل الهوائية بعد بدء الاقتراب من فصل الربيع أكثر قدرة على الوصول إلى المملكة من ناحية الدفء ومن ناحية البرد، تصبح هناك الخرائط الجوية غير دقيقة على المدى البعيد وتصبح الأمور متغيرة بشكل كبير جدا ما بين يوم وآخر، لكن كصورة مجملة المنطقة واقعة تحت تأثير نشاط جوي حتى منتصف شهر آذار. طيب زميل محمد، التحذيرات الآن وذكرت التحذيرات حول الطرق الصحراوية، وممكن أهم تحذير هو تحذير الغبار والتحذير للمناطق نعم. الشمالية جرش وعجلون، إربد لا يوجد فيها مشاكل محمد مش هيك؟
إربد أمطار مخلوطة بالثلوج، ربما تكون الغزيرة الأمطار. هناك يعني نستعرض التحذيرات، يعني طبعا نتحدث عن تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية، غبار وأتربة مثارة. نتحدث عن خطر اضطراب البحر وارتفاع الأمواج لسيمة في خليج العقبة، وابتهل التحذير إلى مؤسسة الموانئ وأيضا جميع الأشخاص المعنيين في خليج العقبة. هناك خطر من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرق، طرق المرتفعات الجبلية العالية في جرش وعجلون، وأيضا أعالي كما ذكرنا غرب العاصمة عمان، أعالي محافظة البلقاء، في الوسط كما ذكرنا عمان والبلقاء لساعات محدودة، في جرش وعجلون الأمور نوعا ما تكون أصعب. لكن في إربد نتكلم عن أمطار مخروطة بالثلوج، يقودنا إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، في خاصة سيما في المنطقة الشمالية وتحديدا الأغوار الشمالية، ومن خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعة بعض هباتها أحيانا خاصة قبيل عبور الجبهات الهوائية إلى ما يتجاوز 80 كيلومتر بالساعة، ربما تصل في بعض المناطق لا سيما المفتوحة إلى حوالي 100 كيلومتر بالساعة خلال ساعات نهار يوم غدا. تهدأ سرعة الرياح تدريجيا اعتبارا من ساعات نهار يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. يعني الجمعة ما بيكون عندنا حالة من إغلاق الطرق أو تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية، وبيقدروا الناس يتحركوا الجمعة؟ نعم، بتصير الأمور أسهل نوعا ما يوم الجمعة من ناحية الغبار، ولكن كما ذكرت أنه راح نتابع بجزء بكرة معكم عبر نبض البلد أو عبر رؤية إذا في كان هناك تجدد حول الحالة الجوية يوم الجمعة من ناحية أمطار أو ثلوج أو حتى شداد في سرعة الرياح. وكما ذكرت المنطقة واقعة تحت نطاق عدم استقرار جوي حتى مطلع الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. محمد، في سؤال أخير، يعني وهناك تساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إنه في هذه الموجة التي تؤثر على المملكة. نعم. وبدأت تؤثر على المملكة منذ هذه اللحظة، لم نطلق تسمية عاصفة ولم نسمي العاصفة القادمة على المملكة، هل هناك من سبب أو توضيح لهذا لعدم التسمية؟ نعم. أكيد طبعاً طبعاً الآن يعني ما حدث في المملكة هو أن المملكة تقع على أطراف هذه العاصفة. هناك عاصفة بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط تم إطلاق تسمية عليها من الراصدين الجويين في كل من لبنان وسوريا وبعض مناطق فلسطين، ولكن تأثير هذه العاصفة لم يصل إلى المملكة. تصل المملكة تأثير هذه العاصفة على شكل منخفض جوي اعتيادي، وبالتالي لم تصل إلى ما هو اعتدنا عليه في المرات الماضية. إحنا طبعاً نسمي العواصف أو نطلق التسمية عندما تصبح الحالة الجوية ترتقي إلى مستوى العاصفة، وما سيحدث خلال اليومين القادمين باعتقادي لن يصل إلى مستوى العاصفة، أخذين بالاعتبار المساحة الجغرافية التي تغطيها، ما هي الحالات الجوية المترافقة معها، عدد وطول الساعات التي يتوقع أن تستمر بها. فعند أخذ هذه الظروف المتنبئين الجويين داخل طقس العرب لم يروا بأن هناك وصول لمستوى العاصفة داخل الأردن، وبالتالي إطلاق اسم التسمية عليها لم نصل إليه. بينما طبعا هو ما هو موجود في شرق البحر المتوسط هو عاصفة شتوية قوية، لكن ثقلها سيكون على كل من سوريا ولبنان والأجزاء الشمالية من فلسطين، وبالتالي هناك تم تسمية العاصفة في تلك المناطق. نتمنى أن نسمي العواصف القادمة، ونتمنى أن طبعا نستقبل المزيد من المنخفضات الجوية تتحول إلى عواصف شتوية بمشيئة الله تعالى. سأترك لك دقيقة أخيرة محمد لتقديم ملخص لكل ما أوردت حتى نقدر نحط مرة أخرى المشاهد بالصورة. نعم. للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة. أكيد أكيد نبدأ طبعا بهذه الليلة عواصف رملية وأتربة وغبار، رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة في بعض المناطق، أجواء عاصفة، تدني لمدى الرؤية الأفقية. هذا الحال سيستمر حتى ساعات ما بعد عصر يوم الأربعاء. غدا نتوقع أجواء باردة بشكل أساسي لكنها ترابية مغبرة بمشيئة الله تعالى مع نشاط في سرعة الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية. بعد ساعات العصر تبدأ الأمطار أو الثلوج بالتساقط في المنطقة الشمالية، معنى كلمة أو بأن الأمطار تهطل فوق المناطق التي يقل ارتفاع عن 800 متر، الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر في المنطقة الشمالية، تكون متراكمة بشكل كبير في مناطق مثل جبال جرش وعجلون العالية، رأس منيف، مثلث القاعدة، سوف، ثغرة عصفور، منتصف الطريق الواصل بين إربد والعاصمة عمان. لاحقا هذه الأمطار والثلوج تصل إلى المنطقة الوسطى من المملكة والأجزاء منها، ليس جميع المناطق الوسطى، تحديدا في غرب العاصمة
العاصمة عمان هناك فرصة لتساقط الثلوج بعد الساعة 7 من مساء يوم غد. تستمر هذه الفرصة موجودة لعدة ساعات حتى منتصف ليلة يوم الأربعاء على الخميس. الثلوج واردة أن تتراكم في العاصمة عمان، ربما ترتدي الحلة البيضاء، كذلك الأمر في جبال البلقاء، ولكن خلينا نحكي إعاقة مظاهر الحياة العامة يكون محصور في مناطق معينة في العاصمة، لا سيما المناطق العالية اللي ذكرتها مثل تلال العلي، صويلح، مناطق المرتفعة في العاصمة كالجامعة الأردنية، ربما خلدة، أيضا في البلقاء نتكلم عن زي وأم جوزة وأيضا البحيرة، مناطق مرتفعة في هذه المناطق. بعد منتصف ليلة الخميس فجر يوم الخميس تتراجع الفعالية الجوية على المنطقة الوسطى، تبقى فقط محصورة في المنطقة الشمالية من المملكة طبعا، وهناك استقرار نوعا ما في المنطقة الوسطى نهار يوم الخميس، ولكن تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير زخات مطرية أو ثلجية. هل نتوقع عطلة أو إغلاقات للطرق في العاصمة عمان؟ نعم، لكن عدة ساعات كناحية، طبعا مش عطلة، كناحية إغلاقات اللي هو ما بين الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء وحتى منتصف الليل، وتحديدا في نفس الأماكن اللي تكلمت عنهم. ربما تكون الأمور أصبحت سهلة مع ساعات صباح الخميس، وبالتالي ما أعتقد رح يكون هناك في تعطيل لمظاهر الحياة العامة، لكن المنطقتين الوحيدتين التي يجب النظر إليهما بعين جدية وهي منطقتي جرش وعجون الجبال العالية، كون هناك ربما يكون هناك تراكمات وإغلاقات للطرق، وتهدأ سرعة الرياح نهار يوم الخميس. هذا كملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى. بدي أشكرك كل الشكر مدير موقع طقس العرب الزميل وصديق محمد الشاكر، شكرا جزيلا لك على كل ما أوضحت وعلى كل الملاحظات اللي ذكرتها، شكرا جزيلا لك.